السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع الايس كاز ستوريج. طبعا المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا في موضوع إزاي نضيف لان من ايس كاز ستوريج سيستم على الاي 6 اي. طبعا النقطة المهمة اللي كنا اتكلمنا فيها ان احنا عندنا حاجة اسمها الايس كازي تارجت نيم والايس كازي انيشيتور. ايس كازي تارجت نيم ده اللي هو بيكون نقدر نقول زي السيريال الخاص باللان على الشيرد ستوريج، دايما بيبدا الاسم بتاعه بالاي كيو ان، احيانا ممكن يبقى يو اي اي بس في الغالب دايما بيبقى اي كيو ان. الايس كاز انيشيتور قلنا ده ممكن يكون منه سوفت وير وهاردوير، برضه بيكون ليه الكارت نفسه اللي هيتوصل عليه او تنيبل عليه السوفت وير ايس كازي مثلا، برضه بيكون ليه اي كيو ان خاص بيه. طبعا ده بيكون مهم جدا عشان عمليه التوصيل الخاص ب الشيرد ستوريج على الاي 6 اي. طبعا المره فاتت احنا طبقنا الموضوع ده بشكل عملي وكنا استعملنا برنامج اللي هو الستار ويند علشان نقدر نحقق او نوفر الشيرد ستوريج، سواء تستعمل ستار ويند تستعمل ايس كازي على ويندوز سيرفر او غيره، هي نفس النتيجه ونفس الخطوات. طبعا في الفيديو اللي فات احنا كنا عرفنا الايس كازي او اللان، احنا زي ما قلنا احنا عندنا هنا في اللاب في انا عامل 2 لان على الستار ويند، واحده حوالي 10 جيجا او 11 والثانيه حوالي 6 جيجا. احنا كنا عرفنا على الهوست ال 111 اللان اللي هي حوالي 10 جيجا وظاهره بالنسبه لنا هنا. طيب طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت عندك بقى اي 6 اي 2 3 10 اللان الواحده تقدر تنضاف على اكتر من هوست وتتبع نفس الخطوات. الاختلاف بس ان الخطوه الاخيره في عمليه الكرييت الداتا ستور بعد ما اللان بتنضاف على الاي 6 اي هي تظهر اوتوماتيك. طيب خلونا نشوف فكره اضافه نفس اللان، يعني اللان ضفناها على هوست وهنروح نضيفها تاني على هوست تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب لو جينا مثلا على الهوست 112 حتى الان ما فيهوش الا اللوكال داتا ستور الخاص بيه زي ما عملنا في المحاضره اللي فاتت. سريعا كده هنيجي في الكونفيجر، لازم تيجي على الادابتور. هل في سوفت وير ايس كازي؟ اه بالفعل في هنا سوفت وير ايس كازي. طيب بعدها كنا بنعمل ايه؟ نيجي هنا في الدايناميك ديسكفري او الاستاتيك زي ما تحب. في الدايناميك هنعرفه على الايس كاز سيرفر اللي هو الاي بي الخاص بالستورج سيرفر. لو جينا هنا احنا قلنا الاي بي بتاع الستار ويند عندنا 100.101، نقول له اوكي. طبعا على طول هو يقول لك اعمل سكان للادابتور علشان يشوف كل الديفايز اللي هي اللانز. لو جينا هنا في الديفايزز هنا شاف اللان بتاعتنا موجوده. طيب حاليا كده اللان موجوده، فبالتالي المفروض اقدر اكريت. لو جينا هنا برضو في الاستورج ديفايس ادي موجوده اللان اللي هي مساحتها كام او 11 جيجا. طيب لو جينا هنا على الهوست ده وعملنا كده رايت كليك نيو داتا ستور، طيب هنا بقى هنيجي للنقطة المهمة. لو أنا جيت أقول له نيو داتا ستور، هي دي النقطة بقى اللي إحنا عايزين نتكلم فيها النهاردة، واللي قلنا عشان في الواقع العملي أنت يكون عندك عدد أسطات كتير وعندك عدد من اللان عايز كل الأسطات دي تشوف. هل الخطوات اللي هنعملها دي كاملة هتطبق على كل الأسطات؟ لا، الجزء اللي إحنا عملناه دلوقتي هو اللي هيتعمل، لكن لو أنا جيت أحاول أضيف اللان تاني على الهوست التاني ده، شوف هي مش ظاهرة معانا أصلا. شوف احنا في الفيديو اللي فات او في الخطوات لو اللان بتضيف على اي هوست الاول مره هتلاقي ظهر معاك هنا كديفايس. طيب انا ضفتها على الهوست الاولاني في الفي سنتر مثلا، جيت اضيفها على الهوست الثاني او حتى لو من غير في سنتر حتى، جيت اضيفها هي بتظهر عندك في الديفايس هنا لكن مش هتقدر تكريتها من جديد كداتا ستور. ليه؟ ما دام احنا هنشتغل في ام اف اس فلازم بتتفرمت وبتتكريت وتقسم المساحه بتاعتها والكلام ده زي ما شفنا قبل كده، فبالتالي ده مش هيقدر او مش هينفع يحصل مرتين. بمعنى تخيل انا دلوقتي ضفت الداتا ستور دي على الهوست الاول وجيت اضيف على الهوست الثاني، طب ما هو انا اصلا بالفعل اتقسمت، احنا خدنا المساحه كامله ما قسمناش على اكتر من جزء وادانا اسم. طب ما في الهوست الثاني في الهوست الثاني انت يكفي فقط ان انت تعرف في الاستورج ادابتور تضيفه وتضيف الايس كازي اللي هو الايس كازي سيرفر اللي هو الشيرد ستورج سيرفر بتاعك وتعمل سكان، ايه اللي هيحصل على طول؟ الديفايس اصبح موجود اللي هي اللان، لكن هنا هتلاحظ ان ايه؟ اوتوماتيك على طول الفورمات اتفرمتت وكده، هي اصلا او عمليا هو ما عملهاش فورمات ثاني،
هو ايه اللي حصل؟ هو خد نفس الكونفيجريشن اللي موجوده فين على الاس الاولاني. لان انت لو فكرت بيولوجيك كده ان هي لو هو هيفرمتها تاني او هندي للهوست التاني الامكانيه انه يعمل فورمات، ما ممكن اصلا يكون اللاند يضيفناه على الهوست الاولاني وكريتنا فيها فيرتشوال ماشين. ولو تتذكر في الفيديو اللي فات قلت لك انت لما بتتكريت هو بيفرمتها، لو في اي داتا ايا كان المصدر بتاعها ايه هتتحذف. فعلشان كده الجميل هنا ايه، انت مجرد ما بتعرف الهوست بتاعك على الشيرد ستورج وتعمل وتظهر في الديفايس عندك اوتوماتيك على طول اي لان ليها الحق ان هي تظهر على الهوست ده، طبعا عن طريق اللي هو المابنج والزونج اللي موجود على الشيرد ستورج اوتوماتيك على طول هتظهر بنفس الاسم. ولو في اي فايلز داخل الداتا ستور دي متكريته مثلا من الهوست الاولاني كفولدرز الفي امز او غيره هتبقى موجوده عندنا. علشان كده شوف هنا اوتوماتيك على طول ظهرت معانا. طيب نفس الكلام لو انت رحت على الهوست الثالث مثلا، شوف هو حتى لما مش شايف اي داتا ستور، لو جينا هنا وبرضه اشوف في الاستورج ادابتور مش موجود ايه لسه الاستورج، لو انت ضفته اوتوماتيك على طول اللاند هتظهر عليه. طيب خلونا نضيف الهوست الثالث لكن من مكان تاني، نضيفه من الاس اكس اي دايركت. احنا برضه حابين نوضح زي ما قلت لكم ان غالبيه الكونفيجريشن اللي احنا بنعملها انت تقدر تعملها على الهوست دايركت لو دخلت على الويب انترفيس بتاعه او لو دخلت على الهوست من خلال في سنتر. احنا شفنا دلوقتي ازاي تضيف لان ايس كوزي على الاس اكس اي بس من خلال الفي سنتر انترفيس. طب لو الاس اكس اي ده ستاند الون او انت حابب اصلا الفي سنتر مش شغال دلوقتي وانا لازم ادخل على الهوست او هوست ستاند الون، في الحاله دي تقدر تضيف يعني كل الشغل الخاص بالستورج هو اللي هو الفايبر شانل الفايبر اوثرنت الان اف اس الايس كوزي ده كله تقدر تعمله بالهوست دايركت او من خلال الفي سنتر، مفيش ايه اي افضليه من هنا او هنا. طيب ازاي الكلام ده نعمله؟ هنضيف برضو تبقى لنفس اللان. شوف هتلاقي هنا الجزء بتاع الاستورج هتلاقي هي نفس الايه الكونسبت نفسه، هتلاقي عندك حاجه اسمها ادابتور الديفايسز سوفت وير ايس كوزي كلها هي هي لكن اختلاف بس في الشكل الانترفيس. طيب الهوست ده لان احنا دلوقتي هنضيف اللان الايس كوزي لان دي ك سوفت وير ايس كوزي، فبالتالي لازم الاول اضيف السوفت وير ايس كوزي، فبالتالي باجي هنا اضيفه اعمل له انيبل وباجي هنا في التفاصيل علشان نبدا نعرفه ده كده. شوف هو اوتوماتيك على طول ادى اللي هو الاسم الاي كيو ان بتاعه. نيجي بقى تحت هنا هتلاقي اللي هو التفاصيل ايه اللي احنا كنا بنعرفه هناك، اللي هو عندنا برضه دايناميك تارجت وستاتيك وستاتيك تارجت. طيب لما نيجي هنا في الدايناميك زي ما تحب، زي ما شرحنا قبل كده الفرق بين الدايناميك والستاتيك، احنا هنعمل دايناميك عشان يشوف كل اللي انت هتعمله. هتكتب لنا الاي بي الخاص به الايس كوز سيرفر 100.101 هو برضه البورت 3260 ونقول له سيف كونفيجريشن عشان يكريت لنا الفي ام اتش بي اي المفروض برضه هتبقى اللي هي 65. نعمل كده ريفريش ظهر معانا. طيب لو جينا هنا في الديفايس شوف على طول ظهر على طول لان احنا عملنا الريفريش فظهرت بالنسبه لنا على طول ان في ايس كوزي لان اللي هي المساحه بتاعتنا حوالي كام 11 جيجا. طيب في الحاله دي لو رحنا بقى على لو عملنا كده تاني سكان وده الادابتور طبعا هنا هتقف عليه هيديك كل التفاصيل. طبعا احنا لو رحنا من خلال الفي سنتر هتلاقي ايه، شوف اهو ده الهوست 113 شوف ضاف على طول الادابتور اللي هو السوفت وير ايس كوزي وطبعا على طول هو بيسنكرونايز اصلا في نفس اللحظه يعني خد الاي بي بتاع السيرفر وجاب لك الديفايس موجود. لو جينا في الداتا ستور اوتوماتيك على طول شاف الايه الداتا ستور. فسواء عملت الكونفيجريشن بتاعتنا دي من الفي سنتر من خلال الاس اكس اي هي هي نفس الكونسبت نفس الطريقه اختلاف بس في الانترفيس. طبعا هو في الواقع العملي ما دام في في سنتر هو احنا نستعمل في سنتر دايما يعني، لكن لازم تبقى عارف الطريقتين علشان في اي وقت مثلا لو الفي سنتر مش شغال وتحتاج تدخل على الهوست دايركت يبقى عندك كل الطرق متاحه بالنسبه لك. وهنا برضه اهوت لو جينا هنا في الداتا ستور اصبح شايف الاثنين داتا ستور، واحده كده يعتبر لوكال ودي اللي هي الايس كوز. يبقى احنا كده شفنا ازاي تضيف الايس كوزي على اكتر من اي اس اكس اي، وشفنا ان انت لو بتضيف
نفس اللان على اكتر من A6i. الخطوة الاخيرة اللي احنا عملناها ان انت بتيجي على الهوست وفي الستورج تقول له نيو داتا ستورج، انت مش هتحتاج تعملها، مجرد ما انت اللان الواحدة بتتسمى وتتفرمت مرة واحدة، بعد كده ظهرت عليه هوست هي اوتوماتيك هتظهر معاه على طول ما دام انت عرفته بالايس كازي تارجت بتاعه اللي هو الشيرد ستورج. ده كده كان موضوعنا النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. السلام عليكم.